مرة كلمتكم عن طفلة صغيرة عندها 10 سنوات اسمها براءة. البنت دي يعني أنا مش قادر أقول لكم يعني بجد شرخ قلبي. براءة وهي كلها براءة، عندها 10 سنين لسه يعني بنوتة صغنطوطة، زهرة صغيرة، يعني سبحان الله ربنا يقدر في لحظة من اللحظات عايشة في السعودية. هي مصرية عايشة في السعودية بين أب مصري وأم سورية، والأب والأم في لحظة يموتوا في حادث مفزع. الأب والأم يموتوا والبنت تبقى لوحدها. أصيبت بمرض السكر وأصيبت بمرض الكانسر، الكانسر وصل للمخ عندها ووصل للدم. فوجئت ببراءة بتكلمني، صوتها كله براءة وكلامها كله براءة ما شاء الله. قعدت تكلمني ففي وسط كلامها الكلام يعني إيه؟ يعني فيما معنى الكلام عايزة تقول لي ممكن تبقى أنت بابا؟ تبقى أنت بابا؟ رحمكم الله يا أمي ويا أبي وأسكنكم الله فسيح جناتكم. فطبعا كان شرف كبير ليا إن أنا أبقى أب لبنت جميلة زي ديت. فجأة الأخت بتقول لي طب ما تخليها تسمعك، يعني تسمعلك صوتها بالقرآن. فقلت لها ممكن تسمعيني يعني صوتك بالقرآن يا براءة؟ قالت لي حاضر. إن بطل ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. صوت الله أكبر، والله كأنه جاي من السماء ما شاء الله على صوتها. صوتك يشق الليل يا رب صبرني، قومي وشد الحيل يا رب قدرني. بدأت أراسل هذه البنت الطيبة المباركة وبدأت فيها يعني تشتكي لي كل ألمها وأحزانها وهي لسه عندها 10 سنين. في يوم من الايام فوجئت وانا مسافر احدى الدول العربيه برسالتها بتقول لي ادعي لي يا بابا انا داخله كمان شويه عشان يقطعوا لي رجليا لان مرض السكر اثر عليا وعمل لي غرغرينه في رجليا، هيقطعوا لي رجليا، ادعي لي ان ربنا يصبرني وانا بحب ربنا قوي 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 وراضيه بقضاء ربنا. بنت عندها 10 سنين يا جماعه اللي بتعانوا من الابتلاءات ومتضايقين وزعلانين. يا دمعه نازله على الخدود منها البريئه يا وردة يلي بسمتك حلوة ورقيقة صوتك يشوف. فحصل موقف عجيب قوي واحنا في الكويت. حصل ان من ضمن المحاضرات اللي رحت اديها فجاه لقيت شاب من اللي قاعدين قال لي شيخ محمود انا عندي تسجيل بصوت براءة وهي بتقرا القران، ممكن نذيعه في التسجيل يعني في اثناء الدرس ده؟ قلت له حاضر. فجه يديني الموبايل وراح مشغل لي صوت براءة وهي بتقرا القران وراح هامس في ودني وقال لي كلمة عجيبة جدا، قال لي عندي ليك خبر هيزعلك بس مضطر أقوله لك. قلت له اتفضل يا حبيبي. فقال لي على فكرة براءة ماتت امبارح، براءة ماتت امبارح. كان حالة غريبة جدا من البكاء وبدأت ماسك الموبايل وصوتها ما شاء الله صوت جميل جدا جدا، مش قادر أقول لكم صوت عامل إزاي. بقيت ماسك المايك وماسك الموبايل ومقرب الموبايل من المايك عشان الناس تسمع صوت براءة، وصوتها بقى ما شاء الله جميل وواضح قوي في المسجد وانا ببكي وكل المسجد في بكاء شديد جدا. خلصت المحاضره والله اعلم بظروفي، خرجت من المسجد ورحت ماسك الموبايل ورحت باعت رساله البراءه. قلت مش عارف انا خايف ليكون الاخ ده بيكذب عليا. فبعت رساله البراءه قلت لها ابنتي الغاليه براءه، ابنتي الغاليه انا كنت بتكلم عنك دلوقتي في محاضره في الكويت والناس سمعت يعني قصتك وقعدت تدعي لك والناس فرحانين بيكي قوي. لقيتها بعت لي رساله قالت لي وحشتني جدا يا بابا وانا سعيده جدا، انا كنت تعبانه قاعده تعبانه ورسالتك لما جت لي خلاص انا ما بقتش تعبانه، انا حسيت براحه ومبسوطه جدا وفرحانه ان انت يعني بعت لي الرساله ديت. فعرفت انها ما زالت على قيد الحياه. ربنا يبارك فيك يا براءة ويحفظك يا رب ويشفيكي ويتم شفاك على خير. يا دمعة نازلة على الخدود منها البريئة يا وردة يلي بسمتك حلوة ورقيقة صوتك يشق الليل
يا ربي صبرني قومي وشد الحيل يا ربي قدرني.